علا غانم أيضا أساءت إلى مجتمع النساء في مصر عندما وصفت هذا المجتمع بأكثرية أو أغلبية أو جزء كبير منه بالشذوذ. نعم؟ عن الفتيات، عندما وصفت معظم المجتمع الفتيات أنه يعاني من حالة شذوذ نتيجة الكبت الموجود في هذا المجتمع. أنا اتهمت حد بكده؟ أنا ما اتهمتش حد بكده، أنا لعبت دور. لعبت دور، وعندما سألت عن هذا الدور وجئت لتبرر ما قمت به قلت كنت أجسد دورا واقعيا إلى حد ما وموجود بكثرة في مجتمعنا المصري. موجودة. وحددت أنه العلاقات كانت تصير داخل المدارس ودورة المياه والتحرش. لماذا اعتبرت أنه هذه الظاهرة هي ظاهرة متفشية في المجتمع المصري والعربي؟ لا لا لا، أنا ما قلتش متفشية، أنا قلت الظاهرة دي موجودة، موجودة كتير. لماذا قبلت أن تجسدي هذا الدور؟ لأنه كان جديد عليا، أول مرة ألعب شخصية كده، إلى جانب أن كان الموضوع كله على بعضه مختلف. هي شلة شباب وبنات فاسدين. بعدما جسدت هذا الدور أنت اليوم مع أعطاء المثليين الجنسيين حق أن يعيشوا حياة طبيعية بين بعضهم البعض، أو أنت مع نبذهم في المجتمع لأنك تعتبريهم حالة شاذة؟ أنا مع نبذهم لأنهم حالة شاذة، وده اللي احنا قلناه في الفيلم على فكرة. لو أنا قدمت دور واحدة مدمنة أو دور شاذة جنسياً، ده مش معناه أن أنا بأيد ده، بالعكس. لا لا لا، أنا عم بقول أنت اليوم عشتي هذه التجربة وشفتي، يمكن انسجمتي فيها، صرت تحسي إلى حد ما مثل ما هني بحسوا. فمن هون بقول لك اليوم أنت بتدعي إلى معاملة هؤلاء؟ نو أبداً، بالعكس بالعكس. أنا يمكن سبب من أسباب لعبي للدور ده علشان أقول للناس اللي ما عندهاش فكرة عن الموضوع ده إن ممكن البنت دي أقابلها في حمام مدرستي، وممكن تبقى بنت خالتي اللي حبات معايا النهاردة عشان خالتي جايت بات مع أمي. أنت فاهم مقصودي؟ نعم. الموضوع بمنتهى الخطورة دي، فلازم نراعي بناتنا، ومش معنى إنها قاعدة مع بنت زيها يبقى هو ده منتهى الأمان، بالعكس. 11%. معلش ماليش دعوة بقى، هو ده رأيي وهي كده وهي ماشية بالشكل ده.